كمان. قرار حلو طبعا، بنت هتقول لأ؟ لا أكيد لأ طبعا. قرار ممتاز، وأتمنى أنها تكون 5 أيام مش يومين. والله رأيي إن هو شيء إنساني، لأن اليومين دول بيبقوا صعبين على أي بنت أو أي ست تجوزها حد، فطبعا تبقى حاجة كويسة جدا. أنا مع القرار ومؤيد القرار واحترم المرأة جدا جدا.